أول حاجة سائل التخليل، ده من أهم الحاجات طبعا علشان نعرف نخلل مظبوط. عبارة عن لتر من المية، 3 معالق كبار من الملح الخشن، 2 معالق كبار من السكر الأبيض، 1/4 كوباية من الخل الأبيض، 1 معلقة صغيرة من ملح الليمون. طيب نمشي بقى في سائل التخليل كده بالراحة وواحدة واحدة بالتفاصيل عشان نفهم الموضوع. أول حاجة دايما إحنا بنشتكي إن المخللات بتاعتنا يا أميرة بتطرى. أول حاجة لو أنا عاملة كمية عشان أشيلها غير لو أنا عاملة كمية علشان أستخدمها على طول. ده بيفرق في تقطيع الخضار، بيفرق هسلق الخضار ولا لأ، بيفرق المية هتبقى سخنة ولا لأ، بيفرق المخلل دوت هيدخل التلاجة ولا لأ. كل ده يفرق حسب أنا عايزة أخزن مدة قد إيه. يبقى سائل التخليل مبدئيا كده مهم جدا. هتقولي إيه لازمة الملح الليمون؟ لازمة خل الليمون هو مادة حافظة للمخلل. طب يعني يا أميرة لو أنا هعمله وحاكله خلال 2 3 أيام يبقى ملوش لازمة خل الليمون، ملح الليمون مش هيعمل حاجة. النقطة التانية، ايه لازمته السكر يا أميرة؟ لازمة السكر ان المخلل بتاعكم ما يتراش ويتهري، يفضل مقرمش. احنا لما بنيجي ناكل المخلل او في محل بره او في مطعم او نشتريه من السوبر ماركت تلاقوه كده مقرمش وماسك نفسه كده مش ميمي كده ومعجن. ده هيعمله لنا في البيت السكر. تمام كده؟ طيب استخدم انا دلوقتي غليت المية اهو. غليت الميه دي نقطه مهمه جدا اني اغلي الميه حتى لو انا هستخدمها بدرجه حراره الغرفه. طب ليه؟ ايه اللزوم ان انا اغلي الميه؟ لزوم اني اغلي الميه ان انا اتاكد ان الميه ما فيهاش اي نوع من انواع البكتيريا، مطهره تماما، اني اقدر استخدمها والخضار بتاعي ما يبص. يبقى اول حاجه سائل التخليل، تاني حاجه غلي الميه، تالت حاجه درجه حراره الميه. ونيجي بعد كده بقى للانواع. عندي هنا دلوقتي هخلي الارنبيط وجزر. الجزر مش مسلوق والارنبيط واخد نص سلقه. واخد نص سلقه لاسباب كتير. السبب الاولاني انه عايزين ناكله بسرعه فسلقته. السبب الثاني اني اشيل منه كل الروائح والغازات لاني حطيت له لقمه عيش وحطيت له كمون، وده هيخليه ينزل كل الغازات اللي جواه وكل الروائح عشان بعد كده لما نيجي نستخدمه في المخلل يكون لطيف. وعندي جزر عادي مش مسلوق ولا حاجة. بحب جدا معاهم الشبت والثوم كنوع من المنكهات، بتديهم طعم حلو قوي قوي. اكيد اللي عايز الحاجة تطلع مشطشطة يقدر يستخدم فلفل حار، وده في اي مخلل انتوا عايزينه. هحط الجزر اهو، عايزه انكه بشويه من الثوم، فصين ثلاثه كده، وشويه من الشبت. الشبت كمان ممكن يبقى صحيح على فكره، مش لازم خالص انه يبقى مفروم. وبعدين هاخد الفلفل كده على الاطراف صحيح علشان ما يطلعش المخلل بتاعي حراق زياده عن اللزوم. اوكي، وبعدين اقوم واخده الارنبيط. طبعا اوعوا تسووا الارنبيط زياده عن اللزوم، غلوه واحده بس. وبعدين اقوم واخده عليه تاني جزر. خلوا بالكم ان احنا بنملى البرطمان لانه بعد كده بيقل كميه الخضار اللي جواه طبعا لانه بيدبل اهو كده. وبعدين ابتدي اعمل سائل التخليل اللي هو الميه، وخلاص احنا يعني اتفقنا على كل الحاجات، فبحط كل الحاجات على بعضها بالكيفية اللي اتفقنا عليها يا جنى. وبعد كده هحط على الوش برضو واحدة فلفل، واحدتين ثوم، كام حتة شبت. وبعدين هقوم واخدة سائل التخليل ده، وبعدين هجيب هنا وصلت للحافة هقوم جايبة زيت زيتون، زيت ذرة زي ما انتوا عايزين، معلقة زيت كده، معلقة زيت صغيرة اهي على الوش. لو عايزين تعملوا فكرة الكيس عشان ابقى وريتكم بس كل حاجة، بنحط الكيس كده اهو، كيس تلاجة عادي خالص. وبعدين بقفل
بس هشيل بقى الكيس عشان عايزه اوريكم السائل اهو. السائل ما نزلش، يبقى انا لسه ما حطيتش كفايه، ازود تاني. اقفل اهو، شايفين؟ طالما في سائل طلع اهو تاني. واحنا بنقفل كده، طالما في سائل طلع كده يبقى انا كده في السليم. اقوم قافله، وانا بصوا ايديا لسه ماسكه الغطا، ما سيبش الغطا ابدا اهو عشان ما يرجعش يدخل هوا تاني، واقوم قافله كويس. هعمل ايه لمده 24 ساعه؟ هقلب البرطمان بتاعي بالشكل ده مده 24 ساعه.